لوزير الصحة الغالي والحبيب الحقيقة اللي حريص على المرضى دائما، ورسالة إلى شركة عافية. في عندنا حالة خاصة وهذه المفروض ينظر لها وتصير من ضمن اللي هو كرت عافية. هالمريض أب كبير بالسن، حاطينه بغرفة خاصة في البيت، وطبعا حاشة زهايمر ونسيان ذاكرة وشلل بنفس الوقت. فعياله حين بيستلمون عافية، وعند الاستلام لازم يكون هو يحضر بنفسه وبصن، فطبعا توكيل ما عندهم، فيضطرون لازم ياخذونه بأسعاف 150 دينار يودونه، وأسعاف 150 يردونه، وهذا الأسعاف طبعا ما تشمل عافية. والشركة ودها تساعد لكن تقول لك أنا ملتزمة بقوانين الوزارة، ما أقدر أودي أحد البيت يسجل هذا. فيا جماعة انظر بهذه الحالات الخاصة جدا وتكون في ميزان أعمالكم، وهذا رقم ولد المريض.